السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثلا بيقول لك الفاضي يعمل قاضي، وانا مش هعمل قاضي. انا كان نفسي اطلع حاجة من الاثنين، يا اما دكتور يا اما حرامي، بس الحمد لله ما دخلتش كلية الطب. نقول بقى نعمل ايه؟ مثلا بيقول لك حاجة لذيذة قوي، وعشان احنا مع كورونا هنعقم كوبايات شاي عشان نعرف نعمل حاجة 100 100. نغسل الكوبايات والمعلقة ونشوف هنعمل ايه. ونزيدها جراتين شوية عشان موضوع كورونا ده. نعم؟ طبعا اللايف يطلع من اي حتة، يطلع من المطبخ، من الحمام، من اوضه الجيران، من بنت الجيران، يطلع من اي حته ميه. بروبرو نكمل كلامنا. كده خلصنا اول حاجه وهي غسل الكوبايات. المنطقة اللي بعدها، تعالوا معايا. ثبت كده، نسبيا ثبت كده. النقطة اللي بعد كده نقطة مهمة جدا 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 جدا، وهي ايه بقى؟ المعيار اللي لازم بنظبطه على الميزان. أظن كده كويس، أنا أظن إن كده كويس، أعتقد فعلا إن كده كويس فعلا. النقطة اللي بعدنا نحن نحط سكر. في ناس بتحب السكر كويس، في ناس بتحب السكر كويس. يعني أنا بالنسبة لي باكل معلقة أو اتنين بالكتير قوي. أدي واحدة مثلا وأدي اتنين. واحد تاني زي عمرو، أنا هشيل اتنين وأحط له البتاعة دي كلها. يعني أنا هشيل واحد اتنين. عمرو انت سكر كام يا عمرو؟ السكر زياده ما تنساش، انا شايفك كده. انا بتفرج عليك كده. عايز 3 و4. سكر زياده. حاضر يا عمرو، سكر زياده. كده حطينا لعمرو سكر زياده. نكمل كلامنا بقى، لان في ناس بتحب السكر وناس السكر بالنسبه لها عادي. نكمل كلامنا. ناخد بقى الستاند دوت، نقول له ايه مش عايزين الستاند ده، نكمل نمشي. مية غليت عندك يا عمرو؟ يا عمرو اقلب على 220. اداني 220 على طول، ما فكرش كتير. طب يلا بينا. نكمل كلام. اوبا، هو لسه عندك الكلام ده؟ طف النور بقى عشان الكهرباء عندنا كانت لنا غاليه الشهر اللي فات وما شفناش حاجه منها. سمع كده حلو، خلاص اهي ميه كده زي الفل. يلا بينا يلا بينا. يا راجل البتاع هنا قديم يا راجل، ده لسه ما طفش النور هناك، ده قديم قوي يا راجل. هنا الميه تقريبا الميه بتغلي زي الفل. الله يستر الله يستر. نكمل كلامنا. حط بقى ايه؟ معيار ميه حلو، ومع معيار حلوه تاني مرحله التقليب. المرحله اللي بعد كده اهم مرحله اللي هيقوم بيها الاستاذ عمرو. ايوه 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 ايوه، دي اهم مرحله، دي اهم مرحله. هبقى دي كده عشان ايه؟ التلوث بس والاشعاعات. ايوه 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 ايوه. ونرتشي بقى ايه اهم حاجه؟
يا سلام، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.